ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بكم من جديد في جي تي اي 5. طبعا زي ما احنا عارفين ان مود المنيو من اهم واقل مودات في جي تي اي 5 ان لم يكن افضلها، لانه ببساطه عباره عن مجموعه مودات متجمعه مع بعض تحت اسم مود المنيو. عشان كده النهارده هنبدا مع بعض سلسله جديده في اللعبه، وهي سلسله شرح مود المنيو بالتفصيل. انا لو شرحت كله في فيديو واحد طبعا الفيديو هيكون طويل جدا، فهنشوف في كل حلقه من السلسله شرح قائمه من المود. والنهارده هنشرح في الفيديو الاول قائمه بلاير وبلاير اوبشن. طبعا لو محتاج المود وطريقه التركيب هسيب لك الفيديو، هيطلع لك في البطاقه فوق. واسيبكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. بعد ما تفتح مود المنيو هتلاقي عندك قائمة بلايرز، ودي اول اختيار معانا. هو مفهوش غير اختيار واحد بس، وهو اختيار ملهوش اي لازمة، اللي هو سيت واي بوينت تو بلاير، اللي هو بيحدد مكان اللاعب على الخريطة. لو تلاحظ تحت على الخريطة هتلاقي ان العلامة بتتحط عليها. نيجي هنا على الاختيار التاني اللي بعد كده، وهو بلاير اوبشنز. هتفتحه هتلاقي اول حاجة البيسك ستاتس، هتلاقي مديك الثلاث شخصيات مايكل وفرانك وتريفر. انت تختار الشخصية اللي انت بتلعب بيها دلوقتي. انا اختار مثلا فرانك لان بلعب بفرانك. هتلاقي عندك اول حاجة التوتال كاش. التوتال كاش ده كمية الاموال اللي معك. انا مثلا هنا معايا مليون، لو تلاحظ هنا هتلاقيهم مليون. انا هنا مثلا عايز اعدل عليهم، اخليهم مثلا 2 مليون، وزي ما انت شايف هنا الاموال اتغيرت. فهنا من خلال الاختيار ده تقدر تتحكم في عدد الاموال اللي معك. هنا الاحصائيات، احصائيات كل قدرة مع اللاعب. هنا مثلا اول احصائية هي قدرة التحمل، يعني يقدر يستحمل عدد ضربات قد ايه. الاختيار اللي بعد كده وهو القوة نفسها، اللي هو قوة الضربة بتاعته، قوة ضربة ايده مش قوة ضربة السلاح. اللي بعد كده قدرة الرئة، زي ما انت فاهم ان الرئة بتأثر عليه في الجري. لو مثلا الرئة مثلا لو مش 100 هتلاقيه بدأ يتعب من الجري والهيلث بتاعه بيقل مع الوقت. اما هو لو 100 فبيقدر يجري بشكل اسرع واحسن مما يكون اقل من 100. بعد كده الويننج دي مهارته في القيادة، تبقى المهارة بتاعته اعلى بشوية. وهنا قدرته على الطيران، مش طيران كده لا، قدرته او مهارته في سواقة الطيارة. بعد كده شوتينج، قدرته في رمي الرصاص. بعد كده الاختيار الاخير ده هو اسمه ستيلس تقريبا، والاختيار ده مسؤول عن قدرته في سرقة العربيات. مثلا في اول وبداية القصة لما كان فرانك يجي يسرق عربية كان بيضطر انه يكسر الازاز، اما بعد ما البتاع ده ما يوصل لـ100 فهو بكل سهولة بيبوظ قفل باب العربية ويفتحها من غير ما يكسر الازاز. نيجي هنا على سبيشال ابيليتي، دي القدرات الخاصة، نفس الموضوع بتاع الاختيار ده برضو. هنا الكي دي، هنا كيل كاونت، هنا انت تقدر تعدل على عدد القتلات اللي قتلتها من اول ما بدأت السيف ده. انا مثلا هنا قتلت 2000 كيل، فانا ممكن عادي اعدل عليهم براحتي. وهنا الديسكاونت اللي هو عدد المرات اللي مت فيها من اول ما بدأت السيف، ملف السيف ده برضه ممكن تعدلها براحتك. ده لو انت مثلا عايز ترفع ملف السيف بتاعك على جي تي اي 5 مودز فعايز يبقى شكله شيك شويه. هنا البروبرتيز دي المعنى ليها الاملاك، ولكن ده مش المعنى الحرفي بتاعها. هتلاقي هنا كل الاملاك الخاصه بفرانك موجوده عندك هنا. بعد كده نيجي على الاختيار اللي بعده، هو الموديل اتشينجر. الموديل اتشينجر ده هو الاختيار المسؤول عن التغيرات اللي بتحصل على الشخصيه. هنا اول حاجه تغير العشوائيه، هنا مثلا ممكن تضطر تلاقي تغيرات بتحصل عشوائيه، وده انا ما بفضلش الاختيار ده. بعد كده هتيجي على الفيفوريت، هنا انت ممكن مثلا لو في اختيار عجبك انت بتحطه عندك فيفوريت بحيث توصل له بكل سهوله. بعد كده انيمالز، انت ممكن تحول نفسك لحيوان، قطه، كلب، او اي حاجه من الكلام ده. حتى انت ممكن لو ما تحول لكلب تقدر تعض اي حد بكل سهولة. بعد كده الاختيار ده اللي بيحولك للشخصيات الموجودة في اللعبة عموما، مش شخصيات القصة. يعني مثلا الناس اللي ماشية في الشارع تقدر تتحول لاي شخص فيهم. والاختيار اللي بعده نفس الاختيار اللي فوق، ولكن تقدر تتحول لراجل مش لبنت. الاختيار اللي بعد كده بقى هو تقدر تتحول لشخصيات القصة زي اماندا او اي حد من الشخصيات دي. هتيجي على بعده الجانج فيميل، ده تقريبا يعني هو عبارة عن البنات، بس البنات اللي هي بتوع المافيا اللي هم العصابات وكده اللي كانوا موجودين في القصة او موجودين عصابات في الشارع. واللي بعده اللي هو الجانج ميلز، ده برضو الرجال العصابات. اكيد فاهمين انا اقصد ايه. هنا الستوري مودلز، هنا برضو شخصيات القصة ولكن باللبس اللي كانوا بيظهروا فيه في بعض المهمات. مالتي بلايرز مودلز، دي نماذج متعددة. بعد كده السيناريو في ميلز، دي الشخصيات السنوية اللي ظهرت في مهمات القصة. والسيناريو ميلز دي الشخصيات السنوية برضو بس اللي ظهرت في القصة ولكن من الرجال. هنا برضو زي ما تقول كده الاختيار ده اللي هو ستوري سيناريو فيميلز، ده زي مثلا الكومبارس كده في الافلام، دول كانوا نفس الموضوع في شخصيات القصه. وهنا اللي تحت على طول دول الرجال. هنا بقى شخصيات هما اللي عامل المود ده ما لقاش او ما عرفش يحطهم تحت مسمى معين، فحطهم تحت مسمى اذرز. الانبوت موديل ده لو انت مثلا ضايف الشخصيه لنفسك تقدر تستخرجها من الاختيار ده.
نيجي بقى الاختيار اللي بعد كده وهو الواردروب. الواردروب ده هو المعنى الحرفي ليها هو خزنة الملابس او الدولاب بمعنى صح. بعد ما تفتحه هتلاقي الفرونت فيو دي بتديك شكل كده علشان لو انت بتغير اللبس بتاع الشخصية تقدر تشوف الشخصية كاملة. هنيجي هنا على الاوتفيت، هنا فيها الملابس اللي انت سيفتها. انا هنا مثلا مسيف اللبس اللي هو 111 اللي هو السكن او اللبس اللي انا لابسه ده دلوقتي. زي ما انت شايف هتدوس على ابلود هتلاقيه لبس اللبس اللي انت كنت مسيفه. انا كنت مسيف اللبس ده، وهنا لو انت لابس لبس وعايز تسيفه علشان يفضل معاك على طول وترجع له في اي وقت تدوس على سيف اوتفيت وتسمي الاسم بتاعه. مثلا انا عايز اسيف اللبس ده برضو هسميه مثلا 1 2 3 وهتدوس على انتر هتلاقيه هنا اتسجل لك باسم 1 2 3 وهتدوس على ابلاي هتلاقيه لبس اللبس ده. عندك هنا كرييت نيو فولدر، ده لو عايز كرييت فولدر كده وتحط فيه مجموعه لبس معينه كده تبقى تلبسها في اي وقت انت محتاجه. نيجي على الاختيار اللي بعد كده وهو ده المسؤول عن الاوشام. هتفتح هنا التيب تاتو، هنا هتلاقي فيها جميع الاوشام، هنا مثلا على الظهر، على الدراع الشمال، على الدراع اليمين، على الركبه، على الرجل، في اي مكان انت محتاجه. عندك هنا الدمج اوفرليز، هنا بتقدر تحط مثلا لو انت عايز تعمل حاجه معينه في دماغك زي اللي بيصوروا مثلا افلام في لعبه جي تي اي هتلاقيهم هيحتاجوا اكيد طبعا جرح في جسم الشخصيه، فهو الاختيار ده تقدر من خلاله انك تحط جرح على الشخصيه بتاعتك. وهتلاقي هنا الاختيارين دول بتوع كلير، هتدوس على الاختيار الثاني هتلاقيه مسح لك كل الحاجات اللي انت عملتها على جسمه من حيث جروح او تراب او اي حاجه من الحاجات دي. نيجي على الاختيار الهيت فيوتشرز، ده الاختيار ده ليه اضافه كده معينه بتقطعها او هي عباره عن مود، يعني هبقى انزل لكم فيديو بعد كده اشرح لكم ايه هو الاختيار ده. بعد كده هنيجي على الاختيار ده اللي هو مسؤول عن الاكسسوارات، سواء بقى طاقيه او نظارات او حلق ودن او ساعات زي ما انت شايف. والاختيار الاخير ده هو المسؤول عن انك تحذف اي حاجه انت حطها من الاكسسوارات. بعد كده تيجي على الاختيار هيد، ده من هنا انت بتقدر تعدل على شعر الشخصيه او راسه بمعنى اصح زي ما انت شايف كده الاختيار والتغيير اللي بيحصل على فرانك. وهنا الشعر انت تقدر تعدل على شعره زي ما انت شايف، وهنا تعدل على التيشيرتات او اللبس اللي هو بيلبسه. طبعا البتاع اللي طالع تحت رقبته دي من عشان خاطر كنا عملنا راندوم او لبس عشوائي من شوية. الليجز هنا ده البنطلون بتاع الشخصية زي ما انت شايف تقدر تغيره كل سهولة من الاختيار ده. بعد كده الهاندز دي الجلافز او الجوانتي اللي بيلبسه في ايده. وعندك هنا الشوز طبعا اللي هو الجزمة اللي هو بيلبسها زي ما انت شايف. الاختيار اللي بعد كده اللي هو الاسنان كده، بس مش هينطبق على شخصية فرانك، ده بينطبق على الشخصيات اللي انت ضايفها عن طريق مود. الاختيار اللي بعد كده اللي هي اكسسوارات، بس الاكسسوارات اللي هي المعدات اللي في اللعبة زي مثلا براشوت او قناع وجه او قناع غاز او الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. تيجي تحتها التاسك، ده المعدات اللي كانت استخدمناها في القصة او في المهمات بتاعت القصة. لو تفتكر هتلاقي كل اختيار من ده كان موجود في مهمة قبل كده في القصة بتاعت اللعبة. الاختيارين اللي بعد كده دول اختيارات سيئة جدا، انا بنصح انك ما تستخدمهاش خالص، لان هي بص انت زي ما انت شايف عبارة ان هي بتركب لك حاجات مش لايقة اصلا على الشخصية اللي انت بتلعب بيها. بعد كده الراندوم، ده اللي هو زي ما انا قلت لك قبل كده الحاجات العشوائية اللي المود بيديها لك. والديفيكولت ده اللي هو اللبس العادي بتاع فرانك. بعد كده هنيجي على الاختيار اللي بعد كده وهو الانيميشن. الانيميشنز ده هو الاختيار المسؤول عن الحركات اللي تحدث على الشخصيه. هيظهر قدامك دلوقتي ايه هي الحركات اللي بتحصل، هي حركات كتير جدا انا ما اقدرش ارصدها لك كلها في الفيديو ده علشان ما نطولش الفيديو اكتر ما هو هيكون طويل اصلا، فهديك ابرز الاختيارات في القائمه دي وننقل على الاختيار اللي بعد كده. الاختيار اللي بعد كده هو السيناريو اكشن، ده معناه السيناريوهات اللي بتحصل في اللعبه، زي مثلا العمال بناء بيستخدموا حاجات معينه كده انت في الشخصيه ما تقدرش تستخدمها الا عن طريق مود المنيو ده. القائمه دي فيها كميه السيناريوهات موجوده انت تقدر تجربها بنفسك، بس هظهر لك دلوقتي ابرز الحاجات اللي تقدر تستخدمها في المود ده. بعد كده هتيجي على الاختيار اللي بعد كده اللي هو الموز. الموز ده اللي هو مسؤول عن مزاج الشخصيه، سواء بقى غضبان او حزين او فرحان او شارب او ميت، فمن خلال الاختيار ده تقدر تعدل على المود او المزاج بتاع الشخصيه. بعد كده هنيجي على الموفمنت ستايل، دي فيها جميع مشيات اللاعبين الموجودين في اللعبه، زي مثلا رجل الشرطه او رجل شارب او سكران قوي زي ما انت شايف قدامك. بعد كده على السبيك بلاير، السبيك بلاير دي فيها 826 صوت ل 826 شخصيه في اللعبه، كل شخصيه ليها فولدر معين كده، بعد ما تفتح الفولدر هتلاقي جواه كميه اصوات او كميه الجمل اللي هو قالها طول اللعبه كلها. هسكت انا علشان خاطر تقدر تسمع بعض من الاصوات دي. Acquiring target.
بعد كده هتيجي على الفويس تشينجر. الفويس تشينجر دي بتفعلها بس هو بيقول لك اتغيرت، بس ممكن يحصل مشاكل اللي هي ايه مثلا، هو انت دلوقتي مش هتسمع حاجه، بس لو فرانك جه يتكلم هتلاقي صوته زي صوت اللي انت اخترته دلوقتي. بعد كده هنيجي على البيت فلاجز. البيت فلاجز دي فيها اول اختيار، اول اختيار ده هو انك لما العربيه تصدم في مكان معين اللاعب اللي انت بتسوق بيه ما يطلعش من ازازه العربيه من قدام. انا هوريك كل حاجه دلوقتي بعد التفعيل وقبل التفعيل. الاختيار اللي بعد كده اللي هو از نير باي كار، ده بتفعله بتدخل اقرب عربيه موجوده ليك، بس كاتب لك بين قوسين ميك كراش اللي هو ممكن اللعبه تقفل وانت بتستخدم المده. اللي بعده على طول از ايمنج تشيك واز ايمنج، الاثنين دول اختيار واحد، ده بعد ما تفعله بتلاقيه خد وضع اللي هو عامل ايم، وانا مش دايس على فكره على زرار كليك يمين اللي هو بيعمل بيفتح الايم. الاختيار اللي بعد كده الاختيار ده انصحك ما تفعلوش، هو بتمشي ماشيه كانك مصاب جدا او عندك شيء معين مش مخليك تمشي كويس. الاختيار ده ما تفعلهوش لانه انا اضمن لك بنسبه 100% ان الاختيار ده هيخلي اللعبه تكرش منك وتقفل. الاختيار اللي تحته از انجارد، ده معناه انك عامل حادثه فهيمشي ماشي شخص عامل حادثه. اللي تحته على طول از انجارد ان كومبات، ده الاختيار ده اللي هو كانك اصبت في القتال، كانك بالظبط كنت بتفايت مع حد واتصبت وهيمشي المشيه بتاعته. الاختيار اللي تحته على طول از شورت، ده بيخلي فرانك قصير زي ما انت شايف كده دلوقتي. بعد كده هنيجي على الاختيار اللي بعد كده اللي هو تريجر اف اكس، ده عباره عن التأثيرات الموجودة في اللعبة زي مثلا الصواريخ والنجوم والحاجات اللي انت شايفها قدامك دي. بعد كده اللوب اون، ده انت بتختار التأثير اللي انت عاوزه ويشتغل بشكل مستمر. بعد كده هنيجي على بريس ستاف، الاختيار ده بيخليك تتنفس دم او نار. انت بعد ما تفعل اي حاجة منهم بتدوس على حرف الجي، هطلعه لك على الشاشه دلوقتي لان في ناس بتلخبط بين الجي والجي. بعد ما تفعل الاختيار ده هتلاقيه بيطلع من بقه نار تقدر تحرق بيها اي حاجه او تطلع دم. بعد كده الاختيار اللي بعده على طول هو غوست رايدر مود، ده بيخليك زي كلاون كده او مهرج. بعد ما بتفعله بتلاقي الشخصيه بقى بتطلع الوان المهرج كده زي ما انت شايف. بعد كده الاوبستي دي المسؤول عن الشفافيه زي ما انت شايف كده، صفر اللي هو مختفي خالص و19% 34 62 100% اللي هو ظاهر تماما. بعد كده الاختيار اللي تحته ده عبارة عن الاستنساخ. اختيار الاستنساخ ده تقدر تستنسخ الشخصية اللي بتلعب بيها مثلا لسبعة او تستخدمهم كاعداء. المهم انك لما بتستنسخهم بيبقوا معاك شبه بعض، بيفضلوا ماشيين وراك ومعاهم اسلحة ويقدروا بكل سهولة يدافعوا عنك لو تعرضت للخطر. نيجي بقى على الاختيارات ممكن يكون معظمكم مستنينها. اول اختيار معانا اللي هو ده اختيار التجديد. زي ما انت ملاحظ تحت على الخريطة ان الدم والهيلث بتاع فرانك قليل، فبعد ما تفعل الاختيار ده هتلاقيه بدأ يجدد لك في الدم والدرع تلقائي. الاختيار اللي بعد كده اللي هو ريفايل هيلث وين ان كفر، الاختيار ده بعد ما تفعله لو انت مثلا بفايت مع الشرطه او مع اي حد وخدت كفر منهم بتلاقيه تلقائي جدد لك الهيل بتاعك وما له لك. الاختيار اللي بعده الاختيار ده زي الخلود كده، لما بتفعله الشخصيه اللي انت بتلعب بيها مش بتموت مهما حصل. بعد كده الاختيار اللي تحته ده اختيار الشفافيه برضه، ده بيخليك مختفي زي ما انت شايف كده دلوقتي. الاختيار اللي بعد كده ده مسؤول عن انك لما بتيجي تفعله لو انت ماشي بموتوسيكل او مطور او مكنه على حسب لهجتك وزي ما بتنطقها، لو انت ماشي بيها سريع وخبطت في اي حاجه انت مش بتقع من على المكنه زي العادي. الاختيار اللي بعد كده وهو اختيار حزام الامان، ده نفس الموضوع برضو كان اتكرر في اختيار اللي هو لما بيصدم بحاجه ما بيطلعش من ازاز العربيه، ده نفس الموضوع برضو لما بتفعله لو خبطت في شجره او في اي حاجه مش بتنط بره الازاز من الصدمه. الاختيار اللي بعد كده الخاصيه دي موجوده بس في فرانكلين، اللي هي لما بتمشي بعربيه سريعه وتدوس على زرار كابس لوك بيبدا يعمل لك تباطؤ كده بحيث تقدر تاخد الوضع بتاعك تظبط العربيه. بعد ما تفعل الاختيار ده هتلاقيه موجود في مايكل وتريفر مع بعض. الاختيار اللي بعد كده اللي هو اوتو كلين، ده مثلا لو انت شايف زي ما انت شايف كده فرانك لابس هدوم فاتحه، لو انت مثلا رحت عند طين او تراب وفي مطر وفرانك اتوسخ فتلقائي بتلاقيه اتنضف من خلال الاختيار ده. الاختيار اللي بعد كده اللي هو سوبر ران، ده لو انت ماشي طبيعي بيفضل ماشي تمام زي ما يكون انت ما فعلتش اي حاجه، بس لما بتدوس على زرار شيفت بتلاقيه بيجري بسرعه مش طبيعيه زي ما انت شايف قدامك. الاختيار اللي بعد كده اللي هو سوبر جامب، ده زي ما هو واضح من اسمه اللي هو قفزه خارقه، ده من خلاله بتقدر بعد ما تدوس على زرار اللي انت مخليه عندك يقفز او ينط فهو بيقفز قفزه خارقه. الاختيار اللي بعده اللي هو وولك اندر ووتر، من خلال اسمه برضو واضح اللي هو بتقدر تمشي تحت الميه بسهوله بدون ما هيت ويل او اي حاجه تحصل. الاختيار اللي بعد كده اللي هو فورس فايل، هو حاليا معمول له اوف، بعد ما بتعمله بوش اوت بعد ما بتقرب من اي عربيه بتلاقيها بتدفع لورا كده بحيث ان مفيش حاجه
تلمسك. لو فعلته اللي هو ديستروي ده بمجرد انك تقرب من اي عربية بتلاقيها انفجرت تلقائي زي ما انت شايف قدامك. الاختيار اللي بعد كده اللي هو سماش ابيليتي ده قدرة على التحطيم. بعد ما بتفعله بتفضل دايس بشكل مستمر على زرار الجامب عندك اللي هو عندي سبيس عموما اللي هو بينط، تفضل دايس عليه بتلاقي اي حاجة حواليك بتبدأ تتدمر، تبقى ليها حاجات معينة كده زي ما انت شايف تتدمر او بتطير زي ما انا موضح لك دلوقتي. الاختيار اللي بعد كده اللي هو فلاي مانيوال ده انت بتطير، بس بتطير عن طريق بتدوس على شوية ازرار كده زي 7 ده بيخليك تطلع فوق، وزرار 1 ده بيخليك تنزل لتحت، وزرار البلس اللي هو الزائد ده بيخليك تمشي لقدام. ولكن الاختيار اللي تحت على طول اللي هو الفلاي اوتو ده بعد ما بتفعله بتلاقي الشخصية بتطير لوحدها بدون ما بتستخدم اي زرار. الاختيار اللي بعد كده معانا وهو التجاهل من اي شخص. وانت ماشي في الشارع بتلاقي فرانك بيبدأ يتكلم مع ناس كده، بعد ما بتفعل الاختيار ده بتلاقي الناس بتبدأ تتجاهلك ولا بتقف لك ولا بتعمل معاك اي حاجة. بعد كده هنيجي على الاختيار اللي بعد كده اللي هو الوانتد ليفل. الاختيار ده مهم ومعظم بيستخدمه كتير، وهو انك تقدر تتحكم في مستوى النجوم براحتك زي ما انت شايف، تقدر تعدل على النجوم نجمة او نجمتين او 3 او 4 نجوم. انا مثلا انا عايزها نجمتين، تفضل ثابتة ولا تزيد ولا تقل. هتيجي على الاختيار اللي تحت على طول هتقوم مفعله كده هيثبت على نجمتين ولا هيزيد ولا هيقل. الاختيار اللي بعد كده اللي هو بيرن مود ده بعد ما تفعله بتلاقي نفسك بتولع كده زي ما انت شايف، انا مش عارف ايه لازمته بس هي دي الفايده بتاعته. الاختيار اللي بعد كده وهو الارتفاع، بص زي ما بتعدل كده بتلاقي ارتفاع فرانك بقى مش طبيعي كده، بس الافضل انك تخليها 1. هنا موفمنت سبيد انت مثلا لو عليت اقصى حاجه بتبدا تتحرك اللي هو الحركه العاديه بدون ما تدوس بوستر او شيفت، شايف الحركه بتاعته اسرع شويه. الاختيار اللي بعد كده اللي هو السويت ليفل ده المسؤول عن العرق على الشخصية. زي ما انت شايف انا عاملها 1، هي لو صفر زي ما انت شايف الشخصية كده معلاش اي عرق. بعد ما بتعليه بتلاقي بص زي ما انت كده ملاحظ هتلاقي بدأ يبقى عليه عرق كده وهدومه تبقى مبلولة. الاختيار اللي بعد كده اللي هو النويز ليفل ده المسؤول عن الضوضاء بتاع فرانك، انت لو عليتها هتلاقيه بدأ يعمل ضوضاء كده طول ما هو ماشي، واصوات يعني بيبدأ مش بيسيب حد في حاله يعني بمعنى اصح. الاختيار اللي بعد كده اللي هو التصادم. التصادم ده الاختيار ده حرفيا ملوش اي لازمة، وطول ما هو متفعل كده فانت امورك تمام واللعبة طبيعية. بص بعد ما بتلغيه بيحصل ايه؟ حاجة ملهاش اي لازمة، فانت لازم تفعله علشان اللعبة تبقى معاك طبيعية. لو انت عملته بالغلط هتلاقيه مع الوقت زي ما انت شايف هينزل لتحت كده، بعد كده هتلاقيه طلع تاني زي ما انت شايف هنا وبقى مظبوط. ولحد هنا اكون خلصت اول حلقة من سلسلة شرح مود المنيو. اتمنى تدعمني باللايك وتكتب تحت في الكومنتات رأيك في السلسلة دي، وهل الشرح واضح ولا لا؟ واستنونا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم.